الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بجميع متتبعي برامج راديو سعيدة وبرنامج طبيبك على الهواء. ودائما خلال هذا البرنامج نقدم مجموعة من المواضيع تهم صحتكم. إذن اليوم سنتحدث عن مشاكل الجهاز الهضمي وصيام شهر رمضان. رمضان شهر الصوم، لكن يعتبر عند البعض للأسف شهر الطعام، فلا يوجد منا من لا يشعر بأي اضطراب من بعد الإفطار إلى وجبة السحور. وتختلف مشاكل الجهاز الهضمي في رمضان على حسب ما نتبعه من عادات غذائية تؤثر بشكل كامل على ما يحدث داخل أجسامنا، لذلك يجب علينا مراعاة هذه النقاط ومعرفة الحلول لتفادي كل هذه المشاكل. إذن للحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا الدكتور بن ديمراد رياض، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والقولون. أهلا ومرحبا بك دكتور. السلام عليكم. إذن دكتور، شهر رمضان على الأبواب وتكثر هذه المشاكل، نحاول أن نلم من خلال هذا البرنامج قدر المستطاع هذا الموضوع للحديث عن كيفية علاج هذه المشاكل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نشكر مرة أخرى إذاعة سعيدة والمذيعة بهيجة على هذه الحصة وعلى هذه الدعوة. احنا على كل حال في هذه الحصة دوك نتطرقوا للمشاكل تاع الجهاز الهضمي في هذا شهر رمضان، باسكو عندها خصوصيات. على يعني كل حال أمراض الجهاز الهضمي تقدر تجي كامل العام، بصح في شهر رمضان كان بعض الخصوصيات ويليق الناس تعرف ما هما الحلول ولا ما هما النصائح اللي تديهم باش تفادى هذه المشاكل في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، نذكر مستمعينا الكرام أنهم يمكنهم التواصل عبر أرقامنا الهاتفية 048-41-18-18 أو 048-41-17-17 أو عبر صفحة الفيسبوك www.saida.fm.com يمكنكم الاستماع إلى البرنامج راديو سعيدة لمتابعة عبر صفحة الفيسبوك بطرح تساؤلاتكم. طبعا إذن الدكتور، هنالك عدة مشاكل ذكرناها وسنبدأ بالعموميات ثم نخصص كل مرض على حدة. نعم، دونك هي بصفة عامة نهضروا مع الناس اللي عندهم مشاكل والناس اللي ما عندهمش مشاكل في الجهاز الهضمي. دونك بصفة عامة هذا شهر رمضان ما يليقش يكون الشهر تاع الماكلة. الإنسان يصوم كامل النهار وحنا تقريبا في الصيف، دونك النهار راه طويل. لكل حال الانسان يقعد صايم تقريبا من 3 ونص الربعة تاع الصباح حتى 8 مساء، ومن بعد يقدر يخيل له راسو باللي يليق ياكل زوج وجبات ولا ثلاث وجبات في وجبه واحده، وهذا من المستحيل. كون نخدموا هكذا ولا كون نعملوا هكذا، الجسم تاعنا ما غاديش يتقبل هذا الكميه تاع الاكل. دونك يليق الواحد ينوي في راسو باللي هذه وجبة عادية، كأنه غادي يتغدى كما سالية كما شهر فطور. دونك يعمل وجبة عادية يكون فيها على سبيل المثال سلطة، داكور، اون سور دو سالاد، يكون فيها الشوربة، التقاليد تاعنا فيها الشوربة صحة، ويزيد يبغي يزيد كما حنا نقولوا وجبة صادير ان بلا واحد اخر، ماشي اوبليجي ماشي شرط ياكلو في نفس الوقت. يقدر بار اكزومبل يمشي يصلي التراويح تاعه ولا يمشي يخرج برا ومن بعد كيعاود يولي يزيد يكمل شويه داكور، ولا يخليه للسحور ولا باش يخلي الوقت للجسم تاعه باش يمتص هذيك الاغذيه، باسكو ليستوما تاعه المعده تاعه والجهاز الهضمي بصفه عامه يكونوا مريحين كامل النهار. دونك كي يجي وقت الوجبه يليق بشويه عليه ما يعطيهاش كما حنا نقولوا دفعه كبيره تاع ماكله. عمليه الهضم ما غاديش توقع بصفه عاديه، غادي يحس روحه منتفخ، لي شطوما غادي تعمر، غادي يولي يجيه الارتداد المرئي،
il va avoir des ballonnements, c'est-à-dire النفخ غادي يحس النفخ غادي ما يقدش يجمع ما يقدش ما يكونش آلاز ما يكونش مريح. دونك بصفه عامه يليق الواحد كما حنا نقولوا وياكل وجبه على حسابه وبالتقسيط بالتقسيط يجزئها باسكو جينيرالمون الناس في رمضان ما ترقدش بكري داكور دونك يجزئها يبغي حتى يولي ما مصلى التراويح ولا يولي ما القهوه ولا ويزيد يكمل عليه لا كان عندها كما حنا نقولوا الشهيه لا ما كانش عندها الشهيه ولا ما يليقش يسيف على روحه شو كاين بزاف اللي عاود ثاني عندهم فكره واحده اخرى يليق ياكل الماكسيموم باش يشد في النهار هذا مفهوم خاطئ يليق ياكل سيبر ياكل كاين واحد الماكل كما حنا تجيب لنا الطاقه كما حنا نقولوا لي سوكرولون كما العجائن صحه الاروز لي بات ولا السفه الطعام كامل هاد الصوالح بيان سور ما يكثرش باسكو الا كان فيه قولون عصبي ولا غادي ينضر صحه الحليب ثاني تناول الحليب غادي نطرقوا له من بعد باسكو كاين اللي ينضروا منه اللي ينفخوا من الحليب دونك ماذا بهم في السحور ولا ما يشربوش الحليب ما يشربوش الحليب ومشتقاته بصفه عامه دونك الحليب من بعد ديرهم دي غاز ديرهم هاد الصوالح هنا عاود كاينه خصوصيه لكل انسان كل انسان وكيفاش يتعامل مع هذاك الغذاء واحد اللي عارف راسو على سبيل المثال ينضر من الحليب ولا من هاد الصوالح ما يديرهمش في التغذيه باغيزون تاع التصحر هذا على سبيل المثال ها داكور دونك فوالا دونك كما حنا نقولوا كما ورد في صوموا تصحوا في الحديث النبوي الحديث النبوي فوالا صوموا تصحوا باش نصوموا ونصادر نصحوا حقيقه يليق نعرفوا كيفاش ناكلوا باسكو الصيام ثاني كيقد يولي شهر رمضان ثاني كيقد يولي صادر منبع تاع مشاكل وتاع امراض الهضميه ماشي على خاطر الصيام على خاطر المفهوم الخاطئ اللي عنده الانسان على هذا الصيام الناس ما تعرفش كيفاش تصوم بالفعل يعني نلاحظوا ان كثره الغازات ايضا الامساك الاسهال هنالك مشاكل تكثر يعني حتى ان القولون العصبي يكثر بالنسبه للمدخنين يعني كيف نفسر كل ذلك مع الشاي القهوه البعض يعني طيله اليوم لما يكون في يوم عادي ما يحس يعني ما يحس بحتى شعور لكن في فتره الصيام لما يشرب الشاي او القهوه ممكن يتاثر يعني هل هنالك سبب معين السبب انا ديجا هضرنا عليه سي المشكل تاع المعده والجهاز الهضمي بصفه عامه يكونوا في حاله راحه كامل النهار لمده ساعات والواحد يعطيهم دفعه واحده يعطيهم هذه الماكله بالك ماكله اللي ما ياكلهاش في شهر الفطور وخاصه الحلويات خاصه هذه الامور حاجه اللي ما ياكلهاش غير حنا دخلت فينا هذه العاده وهذه عاده خاطئه هادي تاع شي زلابيه شي شاميه هادي باتيسري بالك الفاكهه ثاني وانا جو بريفير الفاكهه ولا هاد الصوالح الفاكهه اوموا فيها على الاقل فيها تنفع صدر من الناحيه الغذائيه فيها قيمه غذائيه احسن من السكريات المسمى السكريات دونك هذا هو الاشكال طيب في اتصال هاتفي الو نعم الو 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 نعم اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله سمحي لي مرحبا ماتش انا كنت نفوت عند الدكتور هذا اللي عندك نعم تفضلي وش هو سؤالك انا فوت عندها زوج خطرات ولا ثلاثه نعم سؤالي قال لي راديو الاستوما ايوا قال لي الخطره الثالثه قال لي ارجعي لي ندير لك تيو بصح كنت ناكل في الدواء بصح ما قال لي والو طيب هل عندك سؤال فيما يخص شهر رمضان هل عندك مشاكل في شهر رمضان؟ لا أنا شهر رمضان قاعد ناكل ناكلها تضرني في الأيام العادية يعني في الإفطار تكون حالتك عادية؟ لا ثانية ضرني ناكلة قالوا لي ما ثانية مريضة من الصوم طيب مشكل يعني متكرر في الحالات العادية وفي شهر رمضان؟ طيب قم معنا طيب قم معنا دائما نتحدث حول شهر رمضان والمشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي نتمنى من المستمعين أن يكونوا طبعا الأسئلة تكون حول هذا الموضوع لكي يكون لنا طبعا القدرة للإجابة قدر المستطاع على هذه الأسئلة لتفادي الأمراض خلال الشهر الفضيل نعم إذا كان في اتصال هاتفي نعود نذكره 048-41-18-18 048-41-17-17
طيب في سؤالين، سؤال في الخط الداخلي، والان هنالك اتصال على المباشر معنا عبر اثير راديو سيدا. الو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. السؤال اللي خليك هو ابتدي في حاله امساك في رمضان. أنا امساك الدكتور كان عندنا حل قبل اللي مخلينا يكون عندي كنت طبيعيه ان شاء الله. طيب شكرا، فقط هذا هو السؤال. شكرا دكتور. سؤال على الخط الداخلي، سيدة تسأل تقول لك يعني في شهر رمضان عندي دائما مشكل أني نقص في الوزن، فما هو الحل يعني خلال هذا الشهر؟ هي المشكلة تاع النقص في الوزن اللي كانت تعاود تخلف الميزان من بعد الشهر ما راهش مشكل، وهي على بالك في بعض الحالات الانسان يكون مدى به ينقص في الميزان. هي تقول لك يعني بعد الوجبه الرئيسيه اللي هي بعد الاذان ما تقدرش تناول اي شيء بعد ذلك. هي شو المفهوم الواحد صدر نقص الميزان هذا اسكو يكون فيه كما احنا نقولوا ان روتونسيسمون، صدر اسكو الانسان من بعد يحس روحه ماشي مليح ما يقدرش يشد في الصيام، هذا هو المشكل. باسكو الا كان نقص قال كيلو ولا زوج ما راهش مشكل، وهو بصحه جيده يعني يقدر يتحرك. بالعكس احنا ننصحوا بعض الامراض، بعض المرضى اللي يجيونا ننصحوهم باش ينقصوا في الميزان. كان واحد الامراض وراهم في تزايد في النسبه حاليا، كمرض السكري، كمرض الضغط الدموي، وثاني كان واحد المرض متعلق بهم بصفه مباشره اللي هو التشحم الكبدي وزياده في الميزان، هذا اللي نعيطوا احنا بالفرنسي لو سيندروم ميتابوليك. هذا هو الانسان في هذه الحاله ماذا به يدير ان ريجيم، يدير حميه غذائيه ويتفادى بعض الماكل، وماذا به ينقص في الميزان. دونك بالك ماشي هذه السيده، انا مانيش عارف الحاله تاعها، كل واحد وعنده الخصوصيات تاعه، بصح واحد اللي ينقص في الميزان بعض المرات تكون شيء جيد للصحه تاعه. هو يعني ما يعرفش السمنه، يعني هل تؤدي للامراض؟ تؤدي للامراض. رانا نشوفوا التشحم الكبدي بكثره، وهذا التشحم الكبدي بعد 10 سنين 20 عام 30 عام يقدر يتطور للتشمع الكبدي اللي هو عجز كبدي اللي ما عندوش حل هنا في بلادنا، باسكو ما عندناش زرع الكبدي، وهذا مشكل. طيب في اتصال هاتفي اخر. الو نعم. الو صباح النور. حبيت نطرح سؤال للاخ. نعم تفضلي. عندي ولدي عنده 17 عام، تعرف لي اول رمضان يعني اول يوم في رمضان كي ياكل وخدي في سن الاستهلاك يعني. بعد تعبي هذه الحاله حتى يفوت كل شهر رمضان اللي ياكله فيه يعني سنتين. يعني إيه كل شهر رمضان ولا فقط يعني في البداية الأسبوع الأول؟ لا كل شهر رمضان، حتى يخرج شهر رمضان هو في هذه الحالة. والوجبات يعني يأخذ فطور بعد المغرب مباشرة ثم السحور، أم فقط عندها يرتكف على الوجبة الأولى؟ لا يا أختي، عندها في الوجبة الأولى مباشرة. طيب إذا كان في سؤال دكتور تفضل. هل السلام عليكم اختي، ما شاء الله تسمعني. وي اسكو هل هناك اعراض اخرى ولا غير الاسهال ولا لا ماشي غير الاسهال، في اعراض اخرى في بطنها، هي شغل ينضر صح اوكي. بون دوك نحاولوا احنا نجاوبوك. هي على كل حال كان غير في شهر رمضان كما قلناه، في شهر رمضان الجهاز الهضمي يكون مريح، وفي بعض الاحيان عند بعض الاشخاص اللي عندهم خصوصيات مميزه جهاز الهضمي تاعهم هذيك لا ترانزيسيون صادير ما بين الصيام والافطار ما يتحملهاش. داكور دونك عمليه الهضم ما غاديش توقع بصفه جيده. دونك وهذه الحاله هذا كما حنا نقولوا لا فورم دو دياري اللي راه عندها هذا الطفل على حسب ما قالت لنا الام تاعه، سي سكون ابل اون فرونسي لا دياري موتريس. صح سون دياري موتريس سي تادير كو كي يكون كاين مشكل في الهضم جهاز الهضمي تاعه يخدم بسرعه.
ويخدم بسرعة دونك لو ديكلونشمون تادير الحاجة اللي ديكلونشي هاد لا دياري سي الماكلة باسكو جينيرالمون هاد الأشخاص غير ياكلوا كرشهم توجعهم إلى كيخرجوا كيكونوا صايمين يا با بروبليم باسكو ما كاش ماكلة وعلاش خاصة في شهر رمضان أنا بالنسبة ليا راه عنده مشكل ما بين في لا ترونزيسيون ما بين يعني المرحلة الانتقالية ما بين المرحلة الانتقالية ما بين الصيام والإفطار صح على كل حال هذا مشكل ما يهلكش بنادم سي فري يديرونجي بصح ما راهش زعما نقولوا مشكل خطير عنده حلول عنده حلول عنده حلول دابور في النمط الغذائي بار اكزومبل يقدر ياكل كما حنا نقولوا الماكله اللي تقبض الكرش صح صادير بالعاميه حنا نقولوا الماكله اللي تقبض الكرش كما بار اكزومبل الروز ولا لي بات ولا البنان ولا التفاح مقشر صح ماشي بالاخر يقد ثانيك في بدايه الوجبه ولا لا لا الماكله تاعو في رمضان تقدر تكون بهذا النمط هو نورمالمون ايفيتي هادو لي ليمونات هاد على سبيل المثال الخضره بزاف السلطه بزاف باسكو هادو يطلبوا الكرش صح باغ اكزومبل ميم الحريره تقدر دير لها اون سوب مصفيه صدر ما تطحنلهاش الخضره في البويون صدر دير لها الاخر مصفيه يعني تنزع الخضره تنزع لها الخضره باسكو هذيك الخضره ثاني تطلب الكرش صح باغ اكزومبل هاد الحبوب الجافه كما الجلبان العدس هادو ثاني كيطلبوا الكرش يقدر يشرب الماء هو ما صدير منصوح يشرب الماء بكثره باش يعوض هذاك الماء اللي نقولوا يضيعه في الاسهال تاعه داكور وكاين ثاني ادويه انا ننصحها باش ثاني تقد تمد لها يسموها ليموديون صحه سي لو دونك هذه لا موليكول هذا لو تريتمون شي يدير غادي يفريني الخدمه تاع المسران صح يقدر بار اكزومبل يشرب زوج حبات النهار الاول ومن بعد يشوف روحه كما يمشي الاسهال للطواليت يزيد حبه ويقدر يروح حتى لثمان حبات في النهار دونك يقدر يدير هذا الشيء لا شافت باللي كي دارت له الريجيم دارت له هذا الدواء ما كانش نتيجه انا بالنسبه ليا يليق يشوف طبيب عام ولا طبيب مختص ما راهش مشكل باش يشوفوا لما كانش مشكل واحد اخر طيب باسكو انا بالنسبه ليا باسكو في هذه الحالات حنا جينيرالمون كيجيونا وحدين باش سواء في شهر الافطار ولا شهر رمضان نعطيهم تعيارات تاع الحلو وتاع العبره باسكو هادو زوج امراض اللي قدوا يكونوا ثاني متسببين في هذا النوع تاع لا ديال بصح هي غالبيه الوقت الجهاز الهضمي تاعه يكون فيه خلل وظيفي ماشي خلل عضوي صدر العضو مليح خلل وظيفي صدر كي يكون تنقل مرحله الصيام مرحله الافطار الجهاز الهضمي تاعه يولي يتسرع في الخدمه تاعه. طيب في سياق هذا الحديث هنالك بعض المشاكل كالحرقه المعديه يعني وقد تتفاقم الحرقه المعديه في شهر الصيام. هي نورمالمون واحد اللي يكونوا عاده كيشخصوا له المرض تاع قرحه معديه ستادو لولسار تاع ليستوما جرح في ليستوما ولا في البول ستادير البديه تاع المسران كما حنا نقولوا نورمالمون ممنوع عليه يصوم. نورمالمون يفطر باسكو الصيام يقدر يوصله للبعيد يدير له بيرفوراسيون دو سار حنا الحمد لله تنتقب وقد يوصل بعيد يلقى له عمليه في الاستعجالات ما تحكي تنجح ولا ما تنجحش دونك واحد نورمالمون عنده قرحه معديه ماشي حنا نقولوا حاجه قديمه لا كي تكون حاجه قديمه وبرات منا لا عندها نصائح يتبعها بصح يقد يصوم صح واحد اللي تكون عاده فيه قرحه كما حنا نقولوا في المرحله ايبو كما حنا نقولوا ايبو حاده هذاك القيس صدر موازاة مع الدواء تاع الطبيب صحه والنصائح الغذائيه ما يليقلهش يصوم من الافضل عدم من الافضل ما يصوم اهم مهم جدا ان عدم وحنا على كل حال الحمد لله رانا نشوفوا هذا الثقب تاع المعده رانا نشوفوه دو موان زون موان علاش باسكو حاليا الناس راهم يشريوا الدواء تاع ليستوما بلا ما يشوفوا الطبيب يشري هذيك رانيتيدين ولا لوميبرازول ولا ليزوميبرازول راه كاين انواع عديده تاع الدواء يشربها وهادو يخفوا الصدر يقدوا مام يديروا لنا لا سيكاتريزاسيون تاع القرحه المعديه هي المشكل فقط عند المدخنين اكثر او عند اللي يشربوا الكحول احيانا بون اللي يشربوا الكحول هذيك حاله خاصه مي سورتو التدخين سورتو التدخين علاش باسكو التدخين اش هو الدور تاعه يلعب دور في الافرازات الحامضيه
في الخلايا تاع لي ستوما، باسكو كما تعرفوا الحموضه هذيك تاع لي ستوما اللي تساهم في عمليه الهضم. هذيك المفرزه من طريق من طرف الخلايا في لي ستوما. دونك واحد اللي دخن هذوك الافرازات يكثروا، ومام الادويه يكون عندها فعاليه ناقصه 50% ولا اكثر. صدر يشرب الدواء تاع لي ستوما بصح ما عندهاش فعاليه. دونك سي بور سا كو التدخين يلعب دور كبير في القرحه ولا في الالتهابات، باسكو ما كاينش غير القرحه، كاين ثاني لي غاستريت اللي هما التهابات تاع حال الناس اللي مباشرة بعد الإفطار وشرب كأس الماء يذهبون إلى التدخين، لكن قبل ذلك هنالك اتصال هاتفي. ألو نعم. ألو صباح الخير. أهلا. صباح الخير. صباح الخير. لا حبيت دكتور، بس أنا راه عندها ديابيت تيب 2 صح. وهي تقصد يقول يطيح لها الحلو، ما تشربهاش كاع ديك الوقت، يطيحها لها ديك الوقت تطلع. وهي بقى خايفة من الرمضان، قالت زعما ممكن جامي يطيح لي ولا حكيم بقى. بغيت زعما تقولي لها اللي تحط الماكلة تاع اللي فيها اللي تشوف خوة زعما ما يخليهاش الحلو يطيح لها. هي هذا رمضان تاعها الاول ولا ديجا صامت؟ لا صافي واحد دو زون ولا تخوا زون هكا فيها. وجينيرالمون شهر رمضان تاع العام اللي فات والعام اللي قبله كتصوم ولا ما كانش تصوم؟ صوم لا جامي فترات، مي هاد الخطرة ولا يطيح لها بزاف. صافي في شهر الإفطار راهي يطيح لها بزاف. في الإفطار يطيح لها بزاف. هي هذيك هي خاصة رمضان قالت لهم شكون يطيح لها، غير تخرج برا ديفور دير ايفور ما يطيح لها. وشراها تشرب الدواء جلوكوفاج ولا امارين؟ لا جلوكوفاج 500. جلوكوفاج 500 عندها زوج في النهار؟ لا عندها واحدة في الصباح. واحدة في الصباح. داكور. طيب سمعنا. شكرا. شكرا. هي على كل حال بون فيما يخص هاد السيدة بالخصوص على حساب الشوفة ما عندهاش كما حنا نقولوا مرض السكري قوي بزاف، باسكو عندها غير كاشي. وبهذا الكاشي وراه يطيح لها مؤخرا، هي نورمالمون تعاود تولي للطبيب تاع السكري اللي راه يتبعها باش يشوف شنو يدير لها، بلاك ينقص لها الدواء، بلاك يدير لها ريسو ريجيم ولا حاجه هكا. هي من الاحسن تشوف الطبيب تاع السكري تاعها. وهي بصفه عامه كامل هاد المرضى اللي فيهم مرض السكري نورمالمون يوليو عند الطبيب تاعهم قبل شهر رمضان ويتحادثوا معاه. السؤال الاول اسكو يقد يصوم ولا ما يقدش. بون هاد السيده على حساب الشوفه راها ديجا صامت وما دارلهاش مشكل، دونك نورمالمون تقد تعاود تصوم، بصح اللي تعاود تولي للطبيب تاعها قبل شهر رمضان. لانها عندها مشكل انخفاض في السكري. عندها اختفاض، دونك تقدر دير المشكل، تقدر دير دي زيبوغليسيمي كي تكون صايمه، باسكو هذه في شهر الفطور وراها يطيح لها راه يطيح لها السكر. دونك اللي قالها تعاود تشوف مع طبيب السكري تاعها، بالك يقلع لها الدواء، بالك يديرها جوست سو ريجيم. وهي على كل حال كلكو سوا كما حنا نقولوا العلاج اللي دوك يمده لها الطبيب تاعها، يليق تكون كاينه مراقبه عن قرب. يليق لها هذاك التعيار تاع الدم تاع لاباري هذاك الجلوكومات، لا كديرها خطره في ثلاث ايام ولا اللي كديرها واحد تروا فوا ولا بلوس في شهر رمضان، باش تشوف لا السكري راه يطيح لها قبل ما يجوها الاعراض. باسكو الا جوها الاعراض بالك تطيح في حاله غيبوبه وسي ديجا تروطات. هي كان في برنامج يعني قبل هذا البرنامج يعني تحدثنا عن داء السكري وشهر رمضان، وكان فيه تفصيل كيفيه مراقبه الذات اثناء شهر رمضان. يقدروا ايضا يتوجه المريض الى الطبيب المختص الخاص به او الى المؤسسات الجواريه. هي لابد 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 يشوف الطبيب تاعه اللي موالف يتبعها للسكري، باسكو هو اللي راه عارف الدوسي تاعه، عنده الملف تاعه، الملف الطبي، يعرف شنو هما المشاكل تاعه ويعطيه كما حنا نقولوا نصائح. ولا قال له ما يصومش، باسكو ما كانش واحد يعرف خير من الطبيب تاع السكري تاع. هذه النصيحه اللي نمدها لهذه المريضه. طيب نرجعوا لسؤال التدخين يعني نواصلوا فيه. بالنسبه للناس اللي مباشره بعد اذان المغرب يعني يفطر على الماء ثم يذهب الى السيجاره، هل تؤثر على المعده وهل تؤدي الى مشاكل؟ طبعا تؤثر. احنا على كل حال النصيحه اللي نمدوها لكامل المرضى ماشي غير في شهر رمضان، هي يديروا المجهود تاعهم. هي ما راهش حاجه سهله باش الواحد يحبس التدخين، بصح يديروا المجهود تاعهم باش يحبسوا التدخين.
ماشي غير من باب المعده ومن باب رمضان وهاد الصوالح، من باب من عده ابواب. يعني امراض السرطان تاع الجهاز التنفسي، كاين عده سرطانات اللي داخل فيهم هذا التدخين. وفيما يخص هذا الجهاز الهضمي، الواحد كيشرب الماء ويمشي يدخن الماء ما راهش حاجه، ماشي ماكله الماء او مباشره القهوه. يعني القهوه سي انكور بير، باسكو القهوه ثاني تؤثر على ليستوما المعده بصفه سلبيه. دونك القهوه والتدخين ها هو ديجا زوج تاع العوامل اللي يضروا المعده. داكور، دونك هذه غلطه. اذا حاول يعني ينقص منها، فما هي النصيحه؟ على الاقل ساعه على الاقل ياكل باسكو علاش هذيك الماكله تدير لنا حاجب غادي يبروتيجي ليستوما تاعنا. على كل حال الناس اللي درسوا الكيمياء وهاد الصوالح نعرفوا باللي الحموضه كي نديروا لها كما حنا نقولوا محلول، كما حنا نقولوا اون باز، صح، قاعده صح، قاعده مع لاسيد، هذيك لاسيديتي تطيح. دونك ليستوما ما تاثرش بزاف. بصح لا كنا كاينه حموضه، باسكو علاش على بالك الانسان على بالك كيشوف الماكله غير بالشوف والريحه تاع الماكله، ديجا رانا في المرحله الاولى تاع الهضم، كنا ديجا تطرقنا لها واحد النهار في برنامج اخر. دونك ديجا هنا السائل اللعاب يبدا يتكون والحموضه تاع ليستوما تبدا الافرازات. دونك لما ياكلش من بعدها غادي الاحتمال باش تكون عندها قرحه ولا التهاب في ليستوما غادي يطلع. دونك زيد لهم الدخان كما قلنا غادي يزيد في الحموضه، زيد درجه الحموضه. ومام لا شرب الدواء الفعاليه تكون ناقصه كما قلنا. القهوه ثاني نفس الشيء، صح، غادي تزيد في الحموضه، غادي تدير مشاكل. دونك شغل هو راه حجر كامل العوامل اللي غادي يضروا له المعده تاعك، شغل هو راه يحوس على مشاكل. طيب في اتصال هاتفي اخر. الو نعم، اهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضلي. مرحبا. انا يا بلاديتي تيب ا لاسيت ديال خطرات يعني حاولتي مع الدكتورة الخاصة بك ان اكزاما، حاولت معاك قالت لك ما تقدريش. ما كانش مشكل. هي على كل حال شو هو ما كانش كما حنا نقولوا سورتو في الطب، في الطب ربي خلق وفرق. كاباب تشوفي زوج مرضى عندهم نفس المرض، بصح كل واحد وكيش المرض ياثر فيه. هي على كل حال ما كانش قانون اللي يقول باللي ديابيت تيب 1 ما يليقش يصوم. انا نعرف شخصيا ناس اللي عندهم ديابيت تيب 1 عندهم ربع كما حنا نقولوا 4 انجكسيون بارجور كما السيده، صح، ويصوموا بصفه عاديه. باسكو علاش؟ الجسم تاعهم بالك مازال يفرز شويه انسولين، بالك مازال يتحكم في روحه. ثاني باسكو علاش الديابيت كان يجيهم بطريقه واعره، كان يجيهم بطريقه خفيفه. سا ديبون. هي التيب 1 ولا التيب 2 هي ما بقاش نعرف خير من الطبيبه تاع السكري تاعها. لقات لها باللي ما تقدريش تصومي، هي راه عارفه علاش. هي تقول لك يعني لما وصلت على الساعه العاشره يعني كان عندها مشكل تاع اخفاف السكر، حاولت معها عده مرات قالت لها يعني خلاص ليكزام يعني راه اخفقتي في هذا الامتحان. هي على كل حال الدين تاعنا دين يسر وليس دين عسر. ان الله يحب ان تؤدى رخصه كما تؤدى فرائضه. هذه هي دونك. وبالعكس واحد على بالك اللي سي يصوم وراه يضر الصحه تاعه، هنا راه في الحرام ما راهش في الحلال. يهلك في نفسه. راه يهلك في نفسه وربي ما يبغيش هاد الصوالح. قلنا هو لا قال لنا الصيام، صادير الصيام عند انسان اللي ما يضرهش الصيام راه صحه. راه صحه اللي ما يمشيش ياكل في الافطار يعمرها وهاد الصوالح راه صحه. بصح واحد اللي عنده مرض واللي زعما باسكو هاد السيده راه صالح عندها اراده باش تصوم، ماشي قال عندي ديابيت اختارت السهوله، لا راه تحاول تقرب من الله عن طريق الصيام. لكن للاسف تقرب عند الله، بصح للاسف دارت محاولات مع الطبيبه تاعها وما كانش فيه فرصه نتيجة. ولا نتيجه. دونك صاي دروك الواحد قال ما تبقاش تصوم، قال تخرج من صدقه ولا عندها صوالح ديرهم، وتا واحد ما يحاسبها. بالعكس هذا ابتلاء، هذا ابتلاء من عند ربي.
على كل حال هي دارت وربي عارف النيه تاع كل واحد، ربي يعرف النيه تاع الانسان اللي يبغي يصوم واللي يبغي يتقرب منه. هذه دارت وكان في خطر للصحه تاعها باسكو تقدر تموت، واحد اللي صرا له هيبوغليسيمي يقدر يموت. دونك ما توصلش روح على هذا الشيء، يعني حتى الائمه يعني يرجعون الامر الى الاطباء في هذا، يعني ما فيش حد يفصل، حتى الامام يقول لك يعني لا اقدر ان افصل في امر كهذا، نرجع دائما للطبيب وهو القرار فيه. اكزاكتوم. دونك هنا راها دارت دارت اللي عليها، الطبيب الثاني راه دار اللي عليه والله غالب. دونك انا بالنسبه لي النصيحه اللي نمدها لها تفطر تفطر ولا حرج، وتعاود تعود قال دير صدقه تخرج معروف ولا حاجه هكذا، فاشون الدين تاعنا راه فيه حلول، راه فيه حلول، راه فيه بالفعل. اذا دكتور سؤال اخر بالنسبه للناس اللي يتناولوا المشروبات الغازيه، لاحظوا ان في شهر رمضان يعني كثير من الناس تكثر من شرب هذه المشروبات، وفي مشاكل سواء انتفاخ او حرقه او احيانا يعني اوجاع، لكن راح نجاوب على هذا السؤال لكن في اتصال هاتفي. الو نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الحمد لله. مرحبا بك. الحمد لله. الله يسلمك. أنا تفضل. تنضرب في رمضان. بأي طريقة تنضرب؟ بأي طريقة؟ صحة. وعندك إمساك ولا إسهال ولا ما عندكش؟ داكور. وفي سال الايام، سال الايام ما استطيع في شهر الفطور تكون عادي ولا تانيك تنضر؟ لا تاني نكون كي ديفوان نقبط ديفوان لا ديفوان. داكور. مع التراتمون راني توجور عندك تنضر. ما كاينش مشكل. طيب السؤال يعني فقط للسيد. استاذ ما هما الحلول؟ ما هما الحلول؟ هذا هو السؤال. نصيحة الأكل فيما يخص الأكل. فيما يخص الأكل. طيب في التحليل يا سيدي تشرب الحليب ولا الماء؟ يعني لا نشرب الماء. الماء الماء وتمر. طيب ناكل حبة زوج. طيب المشروبات الغازية تتناولها في كثرة ولا؟ لا. مدخن أم لا؟ لا. طيب قام معنا، شكرا. بون نشكر السيد على هذا السؤال. هي على كل حال بون توجور نحكيو عاود بصفة عامة وبصفة خاصة. هي بصفة عامة هذا المشكل تاع القولون العصبي مشكل معقد، وكاين كما اللي قلنا هذا السكري كاين اللي يجيهم بطريقة خفيفة يديروا الريجيم يكفي، وكاين اللي مالغري اللي يديروا الريجيم مالغري اللي يشربوا الأدوية توجو يكونوا ماشي ملاح، باسكو علاش؟ كاين عوامل عديدة، كاين عوامل عديدة من بينها كاين التقلق، كاين الستريس، كاين واحد بلا ما يعبى غير يتقلق شوية ولا يجيوه المشاكل تاع المسرح. وهي على كل حال بصفة عامة تانيك الناس اللي عندهم هذا القولون العصبي كيصوموا كيكونوا صايمين يقول لك نحس بالراحه، باسكو علاش؟ الجهاز الهضمي تاعها مريح. اون فوا يبدا ياكل الجهاز الهضمي يبدا يخدم. كما قلنا كاين مشكل وظيفي، صدير بروبليم فونكسيونال وماشي مشكل عضوي الحمد لله. يعني العضو القولون العصبي هل الوظيفة فوالا يكون سليم ما يقومش بوظيفته جيدا. هذه هي هذا المشكل تاع القولون العصبي، صدير الضر بصح ما تهلكش، ما غاديش تحول لها المرض من بعد ولا حاجه هكذا، صدير الناس اللي تكون مطمئنه من هذه الناحيه، بصح شهوه يديرونجي. دونك هي في سال الايام على كل حال كاينه ريجيم يقدروا يديروه الناس، كما باغ اكزومبل يشربوا الماء بطريقه منتظمه، ماشي كيجي وقت الافطار يشرب قرعه تاع ما يكملها، باسكو غادي يحس روحها متفخ. او السحور. هاي ولا في السحور ولا يقعد غير يشرب يشرب، سا سير اريان. باسكو غادي من بعد لا يرقد ولا غادي ينوض غير للتبول. هذا اكدت عليه طبيبه السكري، يعني تقول لك يعني نفس اذا شربها مباشره راح يكون في تبول لا ارادي، يعني نفس الكميه راح يطرحها. نفس الشيء. يعني ياخذ اوقات. يكون بطريقه منتظمه وما يكثرش، قال كاس ماء مع الفطور ياكل شويه ويزيد كاس ماء، ومن بعد قال كل ساعه ولا يزيد هذاك الكاس تاع الماء. حتى كما قال لك لي اذن الفجر يقدر يدير هذا الاخر، هذه صديق غادي ينتفع من هذاك الماء، ومام المصران تاعك شكون المصران تاعنا يدوموندي بزاف الماء، دونك يليق نمدوا له الماء داكور باش يخدم مليح. الحاجه الزوجه اللي قلنا الماكله اللي فيها الالياف باسكو تسهل الخدمه تاع المصران، كما حنا نقولوا لي سلطه، سلطه خضراء زروديه بيطراف لا طوماط، هاد الشوارح ثاني كلا تكون كاينه بزيت الزيتون حاجه مليحه داكور، يليق في الوجبه تاعها يكون عندها لي صالات.
ويليق ثاني كي الانسان يتعلم ياكل بلا فوشات ما ياكلش بالخبز باسكو كاين بزاف لي غير ياكل مرقه ولا ياكل سلطه يليق يكون معها قرده تاع خبز بلا ما يعبى غادي يضرب كما حنا نقولوا خبز كامل غير في الفطور تاعه بلا ما يعبى ويقول لك علاش راني مضرار دونك لا انا شنعطي لهم نصائح قال يديروا نص تيبانه ولا ربع تيبانه في الـ في الـ في, الـ في الطابله طاوله الاكل صح ده باش يعرف يشوف قال ودي ما يمرقش ديباسي هذه ويتعلم ياكل بالمغرف ملعقه ولا فرشات هكذا باش ما ياكلش الخبز بزاف هو منصوح تانيك يقدر بايزون في هذا شهر رمضان ولا شهر الفطور يشري ولا يعجنوا له في الدار الخبز تاع المخاله تاع القمح صح هذيك الحمراء كما حنا نقولوا صح هذيك مليحه تانيك باسكو غنيه بالالياف هذيك يقدر يعوضها في بلاصه الخبز العادي صح وتانيك في لو ديسار ما يكثرش يعني بايزون ان فلون ويحبس ولا فاكهه يعني باغ اكزومبل تشينا ولا تفاحه ولا وهنا الموز يقدر ياكل بصح الموز اللي يكون طايب ما يلقش يكون خضر باسكو كاين واحد المفهوم تاع خرج في المفهوم جديد في الاكل يعيطولهم لي فود مابس صح هذول استادير الماكل اللي تضر لي ستوما فود مابس هما اللي فيهم السكريات السكريات اللي عندهم هضم سريع عمليه هضم سريع ولا هضم متوسط السرعه صح كما حنا نقولوا وهادو روماكينا باللي يديروا مشاكل تاع الغاز يطو علاش باسكو الغاز شكون اللي ينتشه في المصران سي دي بكتيري على بالك حنا عندنا الملايير تاع البكتيريا في الجهاز الهضمي تاعنا وماش تتغدى من هادو السكريات اللي ما تنهضمش مليح دونك غادي هما ياكلوهم وشي ينتجوا الغازات دونك اللي قلنا نقصوا من هاد الماكله اللي فيها هاد الاخر دونك وشفنا باللي غير في النوع تاع غذاء واحد كما الموز كنا ناكلوه خضر يديرنا مشكل كنا ناكلوه طايب ما يديرناش مشكل دونك هذه بعض الخصوصيات وهي جينيرالمون اللي كياكلوا الماكله اللي فيها الالياف وهاد الامور طيب. واللي كيتمشى ثاني كيدير الرياضه ماشي قال ياكل ويريح ماشي مليح انا النصحه هذا السيد في شهر رمضان ما ياكلش بزاف صادين ما يليقش يشبع في الفطور ما يليقش يشبع ياكل حاجه قليله ويخرج ما غاديش يموت كما حنا نقولوا بالشرع حتى نجوع واذا اكلنا فلا نشبع هذه هي انا هذه النصيحه اللي نمدها له ويمشي يتمشى الاخر كيعاود يولي للدار هي نورمالمون هاد المشروبات الغازيه وهذه ممنوع بتا والمقليات يعني المقليات اللي فيهم تكثر في شهر رمضان هذه هي الزيوت يعني الحلويات كزلابيه الشاميه يعني نعرفوا ان هذا بصفه عامه ماشي غير هو هادو كاع الناس ماشي غير هذا الشخص اللي ما يكثروش حاجه خطره على خطره ولا ويكون كما حنا نقولوا يكون ديجا كلام بعد ساعه ولا بعد ساعتين عادوا ياكل هاد الصوالح باش يخلي الجهاز الهضمي تاعه يهضم يدير عمليه الهضم كما اللي قلناها لهذاك لو جون دو 17 ans اللي كان عندها لا دياري اللي كيعطي الوقت للجهاز الهضمي تاعه ما ياكلش بزاف كاين اللي على بالك الفطور ياكل ثلاث وجبات في ضربه سي نورمال كو ما يكونش مريح التخمة وبعصر هضم وإسهال يعني في مشاكل كثيرة بالنسبة لتفادي هذه المقليات يعني أمر واجب أم يعني يحاول يتفاداه لأن في شهر رمضان الزيوت أحيانا تستخدم بكثرة تلقى يعني وجبة فيها مقليات وجبة أخرى حتى أن لما تجمع النسب تلقاها يعني كبيرة هي على كل حال هذا القلي طريقة طبخ يؤثر على المعدة نقدروا نتفاداوها احنا نحبوا البوراك بزاف البوراك نقدروا نديرو في الفول ما نديروش في الزيت داكور ماشي اوبليجي نديرو فيه الشحم نقدروا نديرو قال الصدر تاع بولي ما فيهش الشحم بزاف نديرو فيه هذاك المعدنوس وهاد الصوالح الفرماج ما نكثروش